الكيمياء الخضراء: العمليات الكيميائية تتطلب أحيانًا العمل مع العديد من المواد الخطيرة، وأيضًا العديد من العمليات الخطرة. تختلف درجة خطورة المواد الكيميائية طبقًا لطبيعة المادة، فهناك المواد السامة، والمواد المشتعلة، والمواد المتفجرة، والمواد التي تسبب التآكل. ولكن ليست فقط المواد الكيميائية مصدر الخطورة فهناك بعض العمليات الكيميائية والتي تتطلب العمل في درجة حرارة مرتفعة وضغط عالي والتي تزيد من نسبة الحوادث التي من الممكن أن تكون مصدرا كبيرا للتلوث البيئي كما أنها مصدر خطر على الأشخاص المتواجدين بالقرب من مصدر الحوادث مؤخرا تم استحداث مصطلح الكيمياء الخضراء والمقصود منه تقليل العمل بالمواد الكيميائيه الخطره واستبدالها بمواد غير خطره او ضاره بالبيئه كذلك تحويل العمليات الكيميائيه الخطره الى عمليات تستخدم درجه حراره اقل وضغط اقل لتقليل نسبه الحوادث الى ادنى مستوى ممكن